What do you need to start the video editing؟ فالدرس سوف نتحدث عن أهم الأدوات اللي نبدأ بها إنشاء فيديو لبروجكت معين. أولا بداية في أربع أنواع من الفيديو، في الكرياتيف أو الهوبي، في الكوربريت، في الفريلانس، في الفلوج فيديو. الهوبي أنت عندك هواية معينة بتقوم مشاركتها على منصة مثل اليوتيوب. الكوربريت تشتغل فول تايم في شركة معينة بدوام كامل. الفريلانس بتشتغل على بروجكت معين بارت تايم، ممكن البروجكت ده يكون بعد ذلك يتطور إنه يكون فول تايم. أخيرا فلوج شبيه بالكرياتيف أو الهوبي، ولكن ملوش قواعد معينة، كل شخص ليه ستايل معين في الفلوج. ده السبب إنه متميز في الفترة الأخيرة. طب هل عشان نبدأ محتاجين تولز ادفانسد؟ مفيش أي أدوات غير ممكن الموبايل فون. يبقى إذا السؤال الثاني، إيه أنواع الأدوات ممكن نسجل بيها؟ أول نوع وهو الموبايل فون. من حاليا معظم الموبايلات فيها الكاميرا بدقة عالية. النوع الثاني اللي هو بوينت أند شوت كاميرا، هذكر طبعا الرابط في الفيديو أو في وصف الفيديو. النوع الثالث والأشهر هو الميرورلس كاميرا أو دي اس ال ار. الاثنين بيأدوا نفس الأداء وأفضل جودة حاليا، ولكن السعر بيتفاوت، وحاليا أصبح الميرورلس هو التكنولوجي القادمة بقوة لأنها بسبب خفة الوزن والمميزات وعدد نقاط الفوكس الأكبر. وأخيرا الأكشن كاميرا، شركتين من الأشهر شركات في الأكشن كاميرا منهم دي جي آي، وفي طبعا جو برو، وفي عدة شركات، ولكن دي أشهر شركتين في الأكشن كاميرا. الجزء الثالث، هل بنحتاج إيه لو بنصور اندور؟ هنحتاج مصدر إضاءة يكون كويس، أي لايتنج كيت. لو بنصور أوت دور في الخارج فمنحتاجش أي مصدر إضاءة، غير طبعا مصدر إضاءة الطبيعي الناتشرال لايتنج للصن بيكون أفضل مصدر إضاءة. بالنسبة للإيديتنج بعد ما صورنا، فالإيديتنج بنستخدم برامج إيديتنج في فري وفي بيد. البرامج المجانية زي الهيت فيلم إكسبريس، وهضع الرابط في الوصف، طبعا زي دافنشي ريسولف، وطبعا هو مجاني بالكامل وهو دافنشي ريسولف. في برامج متقدمة متستخدم في التي في شوز زي الفاينل كات برو وزي الأفيد وآي موفي، وطبعا موجود الأدوبي بريمير برو وستريمفيجز. دول كلهم برامج غير مجانية، أي مدفوعة، لكن البرامج المجانية الهيت فيلم إكسبريس والدافنشي ريسولف، وفي طبعا في عدة برامج أخرى ولكن مش بنفس قوة هذه البرامج. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وفي الدرس القادم هيكون نشرح بالتفصيل كل نقطة على حدة من النقاط اللي تم شرحها في هذا الدرس. وإلى اللقاء في الدرس القادم.